اخي شو رايك بالدخل العسكري الروسي؟ اخي اللي احنا من ناحية التدخل السعودي التركي اللي احنا هذا لازم يكون من زمان، هذا مو بعد 5 سنين روسيا تدخلت فينا علمينا انه تقتل الارهابيين، بحيث الارهابيين كلهم يروح 200 250 مدني، على بينا انه عم يقتلوا المسلحين هن والنظام السوري. تدخل كثير منيح بالنسبه لنا، نحن بعد ما وصلنا لمرحله يرسلها قوتنا العسكريه غير قادره على انهاء هذا النظام الظالم، والتدخل ضروري جدا. الله يعطيهم العافيه مشان نحن نحسن نقدر نحن وياهم بالقضاء على الاسد وهو نفسه داعش. نحن تدخل روسي، تدخل السعودي والتركي نرجو انه يكون لصالح البلد، ونحن عسى ما يتدخلوا براينا كون يصلحوا المعارضه اللي خلونا نصل لهالحد من هالانزلال من الحطاط تبع هالثوره تبعنا. نحن من خوفنا على اهلنا الخليجيين، خايفين لتكون توريطه من هالدول الغربيه. يعني اذا بده يصير تدخل من اخواننا لمساعدتنا بقوة مساندة له، نحن ما عندنا مشكلة منه. أما يعدوا مثل ما بقولوا للعشرة قبل ما يقدموا على هذا الموضوع. والله إن شاء الله تدخل، يعني عم نستناه من زمان. رحنا في أمل إن شاء الله، يعني في خير للشعب، يعني بكفي ضد داعش ضد الإرهاب ضد بشار الأسد أول شيء. يعني ان شاء الله بصير خير، يعني ان شاء الله تدخل باذن الله لصالح. بالنسبه للسعوديه، يعني موقف السعودي اخوتنا السعوديين، يعني هن من البدايه هن الداعمين للثوره السوريه والقضيه السوريه، بس يعني ما شفنا منهم شيء واقعي او شيء جدي. يعني هن بس بالحكي انه احنا مع الشعب السوري، احنا مع حقوق الشعب السوري، لازم الشعب السوري يتحرر، لازم الشعب حكي 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 حكي، ما قدموا اي شيء جدي. يعني والسعودية أسست تحالف إسلامي، تحالف عسكري إسلامي، وأقامت عاصفة الحزم باليمن. فنتمنى لحنا تكون في عاصفة حزم بسوريا. نحن نتفاعل بالحملة السعودية التركية تكون ضد النظام مو ضد الشعب، ونتفاعل تكون التدخل بري مو بس جوي. رأيي في التدخل السعودي التركي هو عمل جيد طيب. نحن من حي السعودية حكومة وشعب، ومن حي الأتراك على وقوفهم معنا وعلى صمودهم معنا، ومن شجعهم على هذا العمل بأسرع وقت ممكن. أكيد لأنه نحن على الأرض عايشين بالظلم بحد ذاته، أكيد إنهم تأخروا ولكن إرادة الله كانت أقوى. آن الأوان لينتفض العالم ضد الظلم. لقد تأخر التدخل التركي السعودي الذي كان يعول عليه الشعب السوري طويلا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. وإن هذا التدخل بإذن الله سيكون ضد النظام، ولو أخذ طابعا عالميا بأنه عمليا ضد الإرهاب. بالنسبة لرأيي بالتدخل التركي السعودي، إن شاء الله يكون جيد للمعارضة، اما نحن بنكفيهم هالشيء هذا. هن بس يعطونا شويه اسلحه نوعيه ومستعدين نخلصهم من داعش ومن النظام السوري، اما هي التدخل كله مصالح حرب، يعني سعوديه وتركيه بحته. اعتقد ان التدخل السعودي التركي لن يحصل قبل ان يصبح هناك تقارب سعودي تركي، يعني تقارب سعودي تركي للمعارضة، يصير في تقارب ووجهات نظر واحدة بخصوص دعم المعارضة. نتمنى نحن من التدخل السوري السعودي التركي نتفائل فيه خير، نحن ونتأمل فيه خير، إن كان يعني إن كان على الأرض أو كان جوي، بس ما بدنا يكون نحن مثل التدخل الأردني اللي شفنا الطيار وقت ضرب الشعب السوري، يقولوا نحن رح نضرب من النظام وهن يضربوا الشعب السوري. نحن أي ضربة اللي عم نشوفها على الشعب السوري. بالنسبة للتدخل السعودي والتركي بسوريا بعد التدخل الروسي اللي صار والشنيع والقصف وإلى آخره، نشعر اليوم نحن أنه ما في غير تركيا والسعودية هن اللي اليوم حاسين فينا كشعب سوري، شعب يعني عاش كل شيء ما صار بالأزمان كلها، يعني لحد اليوم عاش مأساة حقيقية.